مالين باتري عشر مبشرين بالجنة أم بالا شاگه هوا دومر في الجنة دي لئي هم بالا خديجة رضي الله عنها ام المومنين مبشرة بالجنة كليجي جبريل عليه السلام ايا سمد او قيم مركاب النبي قينا او عليه الصلاة والسلام وحكا لمسيدو الله السلام كل سلام كوضع. أيون ايونا خديجة الكبرى رضي الله عنها ام المومنين بو سيدا يا محمد أم المؤمنين خديجة الله سلام قال سلام آيه وعن اللي يقولي أب الشارع قصر الجنة يا كوي الله إلهي ودياري أم أنس بن مالك رميصاء أم أم رميضا أيدنا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كويري أم سليمي حلاي تولا جنة دا آيان قالوا إلى هاي اتصي أضا يهر سعدا نوانكو رسول رسولكو كسو يولي فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضنا ومبشرة جنة والله بشاري ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا يولي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يولي أو إنك النبي محمد الجنة قال يدونا وقبل وجود رجس الرسول أكبر وقبل برسولك يولي سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة أو يدا هي نين كذي عمار مركو النبي دول قد دل دل يمدي أيكم ما قال هذا مكة دجاح ذي ذي الجغع قال لقوع عذاب أيو وأمر دينة دين تغريب مكة لا عذاب أي مؤمن أنت أي قريش أي عذاب إيش صحابة الرسول أيو النبي قد كري مدي سمية وأم عمار هي أذكي ياسر هي إنك يا عمار ولا عذاب أيو مركا سيدا دين الدهر هكذا يا رسول الله سندك اودن انكم ديبكا يا عذاب كما kujirena مركا ابو النبي يقول صبرا يا آل ياسر فان موعدكم الجنه صبر ابو النبي يقول أتكيستا اما إنك انكم جنة